أعرب عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين عن اعتزازهم بما حمله الخطاب السامي من رؤية ملكية لتعزيز مسار السلام في المنطقة. وقال السفراء إن خطاب جلالة الملك المعظم يعزز التزام المملكة بموقفها الداعي إلى التضامن والتعاون لنصرة القضايا العربية. هذا البلد بلد التسامح والتعايش الذي يحرص صاحب الجلالة والقيادة الحكيمة على تأكيده في كل مناسبة، ولتكون البحرين كما هي واحة سلام وواحة أمان، وتصل إلى تطلعات الشعب البحريني الشقيق. في هذا اليوم أيضا نتوجه لصاحب الجلالة بالشكر والتقدير الذي لا ينسى فلسطين. في معظم الانعقادات السابقة كان صاحب الجلالة حريص كل الحرص أن يؤكد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمملكة البحرين وخاصة من جلالته شخصيا. كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين يشرفني أن أكون متواجدا خلال افتتاح دور الانعقاد. هذا الحدث يأتي ليبين التزام مملكة البحرين بالديمقراطية. جلالة الملك المعظم ألقى خطابا جميلا وبين جلالته رؤيته المستقبلية لمملكة البحرين. السلطتان التشريعية والتنفيذية سيكون على عاتقهما تطبيق رؤية جلالته على أرض الواقع، وأنني كضيف في مملكة البحرين سعيد جدا بتواجدي في هذا الحدث الرائع. أعتقد أن خطاب جلالة الملك المعظم كان خطابا مهما يتعلق بوحدة الأمة والسلام في المنطقة، وعن المسؤولية البرلمانية في ضمان استمرار وحدة الأمة وتوصيل رسالة السلام التي أطلقها جلالة الملك المعظم خلال القمة العربية في مايو الماضي. وأرى أن الخطاب كان يتضمن رسالة قوية متعلقة بالهوية البحرينية المعززة للسلام، وأنا أتطلع للعمل مع الدبلوماسية البحرينية والبرلمان البحريني لكي تساهم ألمانيا بما تستطيع المساهمة فيه في هذا الصدد.